حتى تكون طبرق دائما واجهة رياضية، نظمت أندية الصقور والمختار والهلال بالإضافة للوحدات العسكرية التابعة للاتحاد الرياضي العسكري سباق اختراق الضاحية الذي انطلق من أمام قسم المرور والتراخيص وصولا إلى الميدان حيث المنصة الشرفية بمشاركة 40 عداء. اليوم ماراثون طبرق تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي العسكري طبرق بمشاركة الوحدات العسكرية والأندية الرياضية بمدينة طبرق. المسار الماراثون يبدأ من مكتب ترخيص المرور وترخيص طبرق حتى ميدان طبرق، وعدد المشاركين حوالي 40 مشارك. الفكرة كانت فكرة السيد رئيس الاتحاد الفرعي الرياضي العسكري طبرق، وبالتنسيق وبالتعاون مع مجموعة من الأندية الرياضية وبعض الشخصيات الرياضية منهم الأستاذ أنور خميس رئيس مجلس الرياضة المجلس الرياضة بطبرق وبعض رؤساء الأندية، كل التوفيق للمشاركين. وهذه بادرة طيبة، الرياضة تجمع بالفعل، والرياضة هي التنافس والمحبة والإخاء. نتمنى التوفيق للجميع، بارك الله فيك. الترتيب الأول كان من نصيب الرياضي خالد البدري، والجوائز تم تسليمها لأصحاب المراكز العشر الأولى في المنصة الشرفية بحضور أمير منطقة طبرق العسكرية ورئيس المجلس التسييري للمدينة وعدد من الشخصيات الرياضية بتواجد هيئة الشباب والرياضة. تعيش مدينة طبرق في الفترة الأخيرة أحداثا رياضية عديدة بعد استضافة المدينة لاجتماع رابطة المنطقة الشرقية وتنظيم بعض هذه التظاهرات الرياضية.